بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها عقوبات أمريكية وخليجية على أفراد وكيانات تابعة لحزب الله تطال نصر الله وقاسم. لقاء اتسم بالإيجابية المطلقة وبصراحة بين الطرفين. فوري عن لقاء الحريري جعجع، الأمور عادت إلى مجاريها وتفاهم استراتيجي سينعكس في الاستحقاقات. التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة. مجلس الوزراء يوافق على التمديد سنة للبواخر المنتجة للطاقة ويعقد جلسته الوداعية يوم الاثنين المقبل. صباح الخير. فرضت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم الولايات المتحدة وست دول خليجية عقوبات على أفراد وقيادات في حزب الله وكيانات تابعة له، أبرزهم الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حزب الله. 10 أفراد من حزب الله وأربعة كيانات تابعة له انضمت إلى لائحة الإرهاب التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وهي المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية. العقوبات طالت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، إضافة إلى إبراهيم أمين السيد، محمد يزبك، حسين خليل، هاشم صفي الدين، طلال حمية، أدهم طباجة، علي يوسف جرار، مجموعة الإنماء، شركة الإنماء للهندسة والمقاولات، مجموعة سبيكتروم، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن تلك العقوبات تأتي بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني. دول الخليج بدورها نشرت العقوبات التي طالت أفرادا من حزب الله وكيانات داعمة للحزب، مؤكدة أنها ستواصل الحرب على الإرهاب. بالتزامن مع الإعلان عن العقوبات الأمريكية الخليجية، أكدت رئاسة أمن الدولة السعودية أن المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب ستواصل العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. وتابع البيان أن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا فرق بين جناحيها العسكري والسياسي، وأننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى حزب الله الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية. وأردف البيان قائلا إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلان أمد المعاناة الإنسانية في سوريا ويؤججان العنف في العراق واليمن ويعرضان لبنان واللبنانيين للخطر ويقومان بزعزعة كامل منطقة الشرق الأوسط. بيان رئاسة أمن الدولة السعودية ذكر أيضا بأنه سيتم تجميد جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة، وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل في المملكة العربية السعودية عموما جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة. وفي هذا السياق أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد الخليفة التزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي المنظم والفاعل مع جميع الأشقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وأشار إلى أن إدراج جميع هؤلاء الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب. وفي واشنطن نقل عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله عبر تويتر إن واشنطن تأمل من الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بسياسة النأي بالنفس وأن يلتزم لبنان بقراري مجلس الأمن 1559 و1701. توجهت الأنظار ليلة الثلاثاء إلى بيت الوسط، حيث عقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وذلك بعد انقطاع دام أشهر عدة. فكيف كان اللقاء وما هي نتائجه؟ في تقرير لمها حطيت. لم يكن لقاء عاديا بشكله وتوقيته ومضمونه،
فبعد أشهر من الانقطاع حل رئيس حزب القوات اللبنانية ضيفا في بيت الوسط بحضور الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري والنائب باسم السبع. أما المضمون فتركز على المرحلة المقبلة بعد طي صفحة الماضي من العلاقة بين الطرفين. لقاء اتسم بالإيجابية المطلقة وبصراحة بين الطرفين. طبعا الرئيس الحريري استمع لي دكتور جعجع وأفكاره حول المرحلة القادمة وطبعا حول آراءه بكيفية تركيب هذه الحكومة المقبلة. اليوم ببداية هذا اللقاء يعني ببداية هذا إعادة الاتصال المبدأ الموضوع المطروح الآن هو انتخابات رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس ومن ثم يعني تكليف الحكومة رئيس الحكومة. تحليلات كثيرة صدرت عن توقيت اللقاء وربطتها بما يشهده تيار المستقبل من تغييرات، فما صحتها؟ يعني أنا بعتقد أنه كله هذا ما له هذا المعاني. نحن صرنا أكثر من شهرين عم نتواصل وقبل الانتخابات تواصلنا وتفاهمنا مطرح ما بنقدر نتفاهم ومطرح ما بنقدر نتفاهم. يعني قلنا خلص كل طرف بيعمل اللي بيلاقيه مصلحته وكنا عم نحضر لهذا اللقاء. بس هلأ بعد الانتخابات النيابية والانتهاء من ورشة الانتخابات النيابية وتفضينا لهذا الموضوع تحقق اللقاء بأول فرصة مناسبة، وهذه كانت فرصة مناسبة بغض النظر عن شو صار قبل. وبالنسبة لتسمية رئيس للحكومة خصوصا بعد كلام جعجع السابق عن ربط التسمية بالاتفاق على مبادئ سياسية، قال خوري: أنا برأيي نحن ما سألنا، لكن واضح جدا أنه جو إيجابي والدكتور جعجع عمل يعني إشارة إيجابية بهذا الموضوع وطبعا متروك له، لكن واضح جدا انه الامور عادت الى مجاريها الطبيعيه. في هنالك مثل ما هو قال انه اللي بيجمعنا مع القوات اللبنانيه اكثر بكثير من اللي بيفرقنا، وفي تفاهم استراتيجي وطبعا بده ينعكس بهذا الاستحقاق الاول. ويقول خوري ان ما يحصل هو احياء لتفاهم موجود وليس حلفا ضد الاخرين، ونحن نرحب باي طرف في جو هذا التفاهم. في غضون ذلك أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية في بيان أن كل ما يصدر أو ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات بحق الرئيس سعد الحريري أو أي مسؤول في تيار المستقبل لا علاقة للدائرة به وتستنكره جملة وتفصيلا. يعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة يوم الاثنين المقبل بعدما قرر أمس التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة، ووافق على ثلاثة بنود من ملف الكهرباء من أصل 13 مع تحفظ بعض الوزراء. التقرير لشهير إدريس. خيمت مسألة غزة والقدس على جلسة مجلس الوزراء والتي استهلت بدقيقة صمت لأرواح شهداء غزة، كما دان رئيس الجمهورية ميشيل عون ما يجري في الأراضي المحتلة مؤكدا أن لبنان يرفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومشيرا إلى أنه تمت دعوة لبنان للمشاركة في قمة طارئة في اسطنبول الجمعة وسيمثل لبنان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. واعتبر أن التضعضع العربي الحاصل يؤثر سلبا على التعاطي مع الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وتطرق الرئيس عون بعد ذلك إلى موضوع الانتخابات النيابية لافتا إلى أنها أنجزت وتحقق ما كان ينتظره اللبنانيون، على الرغم من أن هناك من شكك في إجرائها كما شكك بقانون النفط والتنقيب عنه والذي أقر أيضا. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وصف بدوره ما يجري في غزة بالجريمة الكبرى لقدم الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، وقال إن موقف الحكومة حازم وجاد حيال هذه المسألة، وما قاله الرئيس عون نتبناه. الرئيس الحريري هنأ كذلك اللبنانيين وخصوصا المسلمين بحلول شهر رمضان، وقال إن الحكومة التي ستدخل مرحلة تصريف الأعمال حققت إنجازات عديدة عجز عن تحقيقها حكومات سابقة، وذلك نتيجة انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة ونتيجة التوافق السياسي، لافتا إلى ضرورة أن نحسن استعمال الحرية في لبنان وأن نصونها وأن لا تكون لإهانة الآخرين ولا لإهانتنا من قبل الآخرين. كما هنأ الرئيس الحريري اللبنانيين بإنجاز الانتخابات مشددا على أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة والبلد يحتاج إلى الهدوء والتوافق والوحدة التي هي الأساس للحفاظ على لبنان. أما أبرز البنود التي حظيت بنقاش على طاولة مجلس الوزراء فكان ملف الكهرباء الذي يتضمن أكثر من 13 بندا، فوافق على ثلاثة منها. الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه للتعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي
لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث، الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزراء، التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة بعد المفاوضة مع أصحاب البواخر من قبل وزير الطاقة بهدف خفض السعر. الوزيران غسان حصباني ومروان حمادي اعترضا وتحفظا على دفتر شروط محطات استقبال الغاز وموضوع التغويز، مطالبين بتحويل الملف إلى دائرة المناقصات. واعتبر الوزير حمادي هذا الأمر مخالف لتطبيق القانون ولإدارة المناقصات والهيئة الناظمة. وزير الطاقة سيزار أبي خليل رد على هذا الكلام وقال: لم نخالف القانون، ومنشآت النفط هي من يدير المناقصات، وطلب تسجيل تحفظه على طلب الوزيرين وتجاوز القانون في هذا الأمر، معلنا عن إطلاق الدورة الثانية لتراخيص النفط. وهيدا إجراء مهم، إجراء استراتيجي عم ياخده لبنان حتى يعرفوا الشركات إنه لبنان قادم بالسنة القادمة أو من أواخر سنة 2018 على إعلان إطلاق دورة التراخيص الثانية، حتى يتحسبوا لها الأمر ويحجزوا له الموارد البشرية والمالية اللازمة. مجلس الوزراء أقر كذلك مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لمطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت بإنشاء جامعة باسم جامعة القديس جورجيوس مع اعتراض الوزير يعقوب الصراف، ورفض مشروع قانون إلغاء الشهادة المتوسطة البروفي، كما وافق على موضوع الأملاك البحرية في كسروان والشوف. وفيما كان التقط الوزير ملحم الرياشي صورة لمجلس الوزراء على أنها الأخيرة، قال له الرئيس عون ممازحا: أنت لا تقرر إذا في جلسة أو لا، وجرى الإعلان عن جلسة أخيرة للمجلس الاثنين المقبل. وخلال الخلوة التي عقدت بين الرئيسان عون والحريري، سلم أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل النسخة رقم 1 من بطاقة الجريدة الرسمية الإلكترونية التي تضم كل القرارات والمراسيم والقوانين. عرفها أهالي البسطة كمتسولة طوال 3 عقود، وبعد وفاتها اكتشفوا أنها من أثر الأثرياء. فاطمة محمد عثمان يعرفها أهالي شارع سوق الذهب في منطقة البسطة كمتسولة منذ نحو 35 عاما، لكنهم استفاقوا صباح الأربعاء على مفاجأتين: الأولى تمثلت بالعثور عليها جثة داخل السيارة، والثانية أنها جمعت ثروة طائلة تقدر بأكثر من 1,700,000,000 ليرة، علما أنها تعاني من إعاقة جسدية ولطالما رفضت العلاج بحجة الفقر والعوز. لما صارت هون صار كل ما تمرض تقول لي مثلا، قل له للصيدلة اللي مثلا فاطمة تعبانة ضيقت نفس، أنا ماني نايمة بقى من وراء حتى شوفوني شيخة عم ببكي بعدوني. في سوق الذهب وقبل عامين تقريبا قدم لها رجل سيارته القديمة المركونة في الشارع لتأوي نفسها من الشتاء، وأصبحت فاطمة تنام فيها وتضع فيها كل أغراضها. كل يوم أنا وماري رايح المعهد بتقلني الله يرضى عليك بس احملني حطني على الأرض، مرة بالشتاء قلت لي لبسني هالبلوزة. تتحدر فاطمة من بلدة عين الذهب في عكار، وإلى هناك كانت تتردد لزيارة أفراد عائلتها الذين أخبرتهم عن ثروتها وأبلغتهم بوصيتها. طبعا أنا بعرف معودة ما فيها تعود، معودة علم سأل يا أخي أنا بالبيت بنهر من 100 دولار 200 دولار، أي بدي يجي أعمل عنك هون؟ أول ما بلشت تروح وتجي بالتسول كان عمرها 13 سنة، وبعدين هلا صار الى 35 سنة وهي عم تتسوي، واخر شيء يعني صرت تيجي لعنا كثير لانه مرضيه معي. بصمت تركت فاطمة شارع سوق الذهب الذي اتخذته ملجأ لها قبل 3 عقود، وبصمت جمعت ثروتها، ولكن رحيلها أثار ضجة كبيرة بين سكان المنطقة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتتابعون بعد الفاصل: عقود إنمائية بين مجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية. أهلا بكم من جديد. لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، غرد الرئيس سعد الحريري عبر تويتر قائلا: أتوجه بأطيب التهاني للبنانيين عموما والمسلمين منهم خصوصا، آمل أن يكون الشهر الفضيل مناسبة
لمزيد من التضامن الإسلامي والوحدة الوطنية لحماية بلدنا من الأخطار الإقليمية المتزايدة من حولنا. دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة شهر رمضان المبارك من دار الفتوى جميع القوى السياسية إلى التعالي وتغليب المصلحة الوطنية على ما دونها في ظل الوضع الإقليمي والدولي المتأزم، لافتا إلى أن لبنان يستحق منا جميعا التنازلات المتبادلة لبناء الدولة على أسس متينة. ونحن خارجون من انتخابات نيابية زادت من النزاعات بين الناس وأنتجت حالات من القطيعة والمماحكات التي لا ينبغي أن تبقى، لأنها تثير الأحقاد وتحبط إمكانات التعاون واستعادة المودة بين الناس. لقد نجح من نجح، وعلى الجميع التوجه للخدمة الوطنية العامة ولتشكيل حكومة قادرة على أداء الخدمات للمواطنين وإنفاذ المشروع النهضوي الإصلاحي الذي على أساسه انعقدت المؤتمرات الدولية لمساعدة لبنان. أيها اللبنانيون، إن وطننا لبنان لا يحكم إلا بالتوافق والتعاون، ومهما اختلفت الرؤى السياسية فإن مستقبل لبنان الواعد هو ما يجب النظر إليه والعمل له، ولا يمكن مطلقا أن يساس لبنان بمنطق الرابح والخاسر، ففي النهاية لا يربح إلا لبنان ولا ينتصر إلا لبنان، وبربحه يربح اللبنانيون كل اللبنانيين، وبخسارته يكون مآل كل اللبنانيين إلى الخسران المبين. أعلنت قيادة الجيش أن دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت في محلة الشحل شبعة على محاولة خطف أحد الرعاة اللبنانيين من دون أن تتمكن من ذلك، وأضاف البيان أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل. توقيع عدد من العقود الإنمائية بين مجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية. وقع لبنان مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 34 مليون يورو في مقر مجلس الإنماء والإعمار بحضور السفير الفرنسي برونو فوشيه. القرض مخصص لتمويل مشروع الصرف الصحي في وادي قديشة. أخذنا قرض لنعمل كل وادي قديشة، كل ضيعة تبع وادي قديشة، ما تبقى من ضيعة تبع وادي قديشة، يعني في عندنا 22 محطة، في 15 منهم على القصب وفي 7 على محطات صغيرة بس كمان بالتكنولوجيا كتير مميزة. كما قدمت الوكالة هبة بقيمة 15 مليون يورو مخصصة لتمويل مشروع البنى التحتية الريفية ومشاريع التحريج في المناطق الأكثر تأثرا جراء تبعات الأزمة السورية. الثاني هو هبة من الدولة الفرنسية، قسم منا للتشجير وقسم منا خلينا نقول كله سوسيال، لأنه بالنهاية إن كان بالمناطق الحرشية اللي بدنا نعملها وهاللي الناس بدها تكون منتزهات للناس ولا للضيعة المجاورة لهالمناطق السياحية راح نشتغلهم بالإنفراستركتور تبعيته. وتمول الوكالة هذا المشروع كجزء من مبادرة سوا من أجل الصمود والانتعاش في الشرق الأوسط. تزامنا مع جلسة الحكومة اعتصم مستخدمو المستشفيات الحكومية عند مفرق القصر الجمهوري مطالبين بسلسلة الرتب والرواتب، وقرروا إقفال أبواب المستشفيات اليوم بالكامل.
تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ مستخدمو ومتعاقدو وأجراء المستشفيات الحكومية اعتصاما على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدة للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. الاعتصام الذي دعت إليه الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان أقيم في ظل مواكبة أمنية من الحرس الجمهوري وقوى الأمن الداخلي. وخلال الاعتصام حاول المعتصمون قطع الطريق، ما أدى إلى تلاسن بينهم وبين عناصر من الحرس الجمهوري. ومن أجل ضبط الوضع حضرت فرقة كبيرة من عناصر مكافحة الشغب وأقامت حواجز لمنع المتظاهرين من قطع الطريق المؤدي إلى القصر، ما أدى إلى حصول تدافع بين الجانبين. وبينما كان يصرخ المعتصمون مطالبين رئيس الجمهورية بتحقيق مطالبهم وإقرار السلسلة، حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر إلى مكان الاعتصام. الحوار هو السبيل الوحيد، والمظاهرات هي شكل من أشكال الاحتجاج ورفع الصوت ومن أشكال الوصول للحوار. يجب أن لا نتصدى للمظاهرات، يجب أن نتعاون جميعا لإنتاج حل مع وزير الصحة ومع وزير المال. أنا بتوجه لفخامة رئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء مجتمعا لوضع حد لمعاناة العاملين والموظفين بالمستشفيات، كما انتهينا من ملف الكهرباء ومن ملف المي. خلصونا بقى من هالموضوع، أخذ 9 أشهر من الجدال، رفعت اليوم جداول موجودة، نتفق على هالجداول مع وزارة الصحة مع رؤساء مجالس الإدارة مع المدراء. مفترض هالجداول تأخذ طريقة إلى الحل بالتفاهم مع وزير المالية. ومن بعدها تم فض الاعتصام بعد أن قرر المعتصمون متابعة التحرك يوم الخميس والذهاب إلى تصعيد أكبر وإقفال أبواب المستشفيات الحكومية أمام المرضى وحتى أمام الحالات الطارئة حتى تحقيق المطالب. تتابعون بعد الفاصل. إيران تتلقى صفعتين في الملف العراقي. أهلا بكم من جديد. يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية بطلب من السعودية لبحث الإجرام الإسرائيلي في غزة. وذكر مصدر دبلوماسي أن الاجتماع يهدف لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس. صفعتان تلقتهما طهران، الأولى بتصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نتائج الانتخابات العراقية، والثانية بفشلها في رأب الصدع داخل حزب الدعوة الذي خاض الانتخابات بلائحتين. بعد النظر، هذا ما افتقده الثعلب الإيراني على أرض العراق بعدما غرق في الوحل السوري. فنتائج الانتخابات العراقية جاءت مخيبة لأمال طهران التي حاولت من خلال رئيس فيلق القدس قاسم سليماني ضبط إيقاع الساحة العراقية بعدما تصدرت قائمة سائرون المؤلفة بشكل أساسي من أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر والحزب الشيوعي مشهد الانتخابات بحصولها على 54 مقعدا. أما حزب الدعوة الشبه مرتبط عقائديا مع طهران فخاض الانتخابات منقسما بين رئيسي الوزراء السابق نور المالكي والحالي حيدر العبادي. المالكي تعرض لضربة قاسية بحصوله على 25 مقعدا بعدما كان قد حصل في السابق على 90، فيما حصل العبادي على 43 مقعدا وحل في المركز الثالث بعد قائمة الفتح المكونة من فصائل الحشد الشعبي برئاسة العامري. ومع اقتراب موعد تشكيل الحكومة حاول سليمان الدخول على خط رأب الصدع بين العبادي والمالكي، إلا أن محاولته اصطدمت بتخلف العبادي عن حضور الاجتماع في المنطقة الخضراء ببغداد واكتفى بإرسال مندوبين عنه. تدق طهران ناقوس الخطر الكبير نتيجة التحركات التي يقودها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أجل استبعاد أذرعها من التشكيلة الحكومية الجديدة عبر تركيب تحالفات يغيب عنها المالكي والعامري. وفي حال مضت الأمور على ما هو عليه
يكون العبادي والصدر قد وجها لكمة قاسية لطهران تعيد سليماني خائبا خال الوفاض. وفي الختام نعود للتذكير بالعناوين. عقوبات أمريكية وخليجية على أفراد وكيانات تابعة لحزب الله تطال نصر الله وقاسم. اللقاء اتسم بالإيجابية مطلقة وبصراحة بين الطرفين. فوري عن لقاء الحريري جعجع، الأمور عادت إلى مجاريها وتفاهم استراتيجي سينعكس في الاستحقاقات. التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة. مجلس الوزراء يوافق على التمديد سنة للبواخر المنتجة للطاقة ويعقد جلسته الوداعية يوم الاثنين المقبل. ومع التذكير بالعناوين نكون وصلنا لختام النشرة. أشكر متابعتكم وإلى اللقاء. تيار المستقبل بعد الرغم الصعب بالمعادلة الوطنية.